بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن الإحسان. الإحسان قلنا هو ركن واحد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. İslam'ın üçüncü mertebesi bu ihsandır. İhsanda bize dedik ki bitte derecesi vardır. Bitte rukunu vardır. El ihsan ve rukun vahid lakin hâza teht hâza rukun imma ibadet müşahede ve hâzi a'la ibade. Lakin bana şu ihsanda bitte rukunu bugün bilen lakin bu rukun ikide derecede duradı. Birinci derecesi yani en yukarı derecesi bu. Bu insan ibaret kıletken beytte مشاهدات عبارات بلان يعني كروب ترجمة عبارات نشرك أن تعبد الله كأنك ترى عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعني الله تعالى كروب تر عبارات نشرك منا شو شوق زوق بلان محبت بلان پیغمبر لردي عبارات منا شو بيان منا شو عبارات نشرك بو برنت درجة سبرانة إذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن تخرج عن المرتبة الثانية عبادة خوف وهرب تسمى عبادة المراقبة فإن لم تكن تراه فإنه إراك. أجل أود رجلك ترمى ديان بستك ديما قوي درجة فسكة تشكيت مسلك مسكري أو قايس درجة الله تعالى قرقت إبادة خشلك أجل إبادة خمي قسم الله عذاب برادة دترب شو درجة تشكيت مسلك مسكري حديثك يعندك الله تعالى إبادة خشلك خد كرب ترغندك أجل أني كرمسين وسانا كرب ترغد نعم. الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل عليه السلام. İslam, iman ve ihsan rükünlerine delil bulunan hadis bu uzun hadis Cibril Aleyhisselam'ın uzun hadisleri bunun delil bulunan. Vallahu a'lem.